بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بعد أن تحدثنا في الحصة الماضية عن مفهوم التنمية في التصور الإسلامي وعن مرادفاتها في أصولنا الإسلامية ثم التأريخ لهذا المصطلح، فالأسس التي تقوم عليه التنمية في أصولنا الإسلامية، سنتحدث اليوم إن شاء الله عن خصائص التنمية في الإسلام، ثم عن أهداف هذه التنمية، وأخيرا عن معيقات هذه التنمية. إذن فخصائص التنمية في الإسلام: ألف، أول هذه الخاصية هي الخاصية العقدية أو الوازع الديني. فالتنمية في الإسلام شعبة من شعب الإيمان وطريق من طرق العبادة. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. فالدافع العقدي في النصوص السابقة يرفع من وتيرة التنمية، ذلك أن الإنسان في الإسلام لا يطلب العمل بالدافع المادي الدنيوي فقط، وإنما هنالك الحافز الديني الذي يأذن له بالتمتع بالخيرات والذي يعده بالأجر الدائم. وكل ذلك من شأنه أن يجعل عملية التنمية تتم بسرعة أكثر وبتكاليف أقل والاعتبارات أقدس. فالإنسان المسلم يؤمن أن تحسين حياة البشر والاجتهاد في إشباع حاجياتهم الضرورية والتكميلية ورفع الحرج والمشقة عنهم في أمور دنياهم عبادة يؤجر فاعلها ويأثم تاركها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالخاصية العقدية تدفع بعملية التنمية دفعا قويا إلى الأمام، إذ تجعلها وسيلة لإسعاد عباد الله وسبيلا للتمكين لدينه سبحانه وتعالى في الأرض. باء، خاصية الشمولية. إن عقيدة المسلم تأمره بالاهتمام بكل ما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار، سواء تعلق ذلك بما هو مادي أو اجتماعي أو سياسي. وبذلك تكون التنمية في الإسلام عملية نهوض شامل لا نفرق فيها بين المادي والروحي وبين الدنيوي والأخروي، فهي عمل شمولي يتضافر فيه الاقتصادي بالاجتماعي بالسياسي من أجل غاية واحدة هي سعادة الإنسان وأمنه في الدنيا والآخرة. فالغاية من عمارة الأرض وإصلاحها لا تتوقف عند حدود الرفاه المادي، بل تتعداه إلى ضمان الأمن والاستقرار الروحي. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو تكريم مادي هيأ له سبحانه وتعالى وسخر له من العناصر والمواد ما ينمي به الإنسان حاله ومحيطه، ولكن إلى جانب ذلك يأتي التأكيد على العنصر التكريم المعنوي وهو التقوى، حيث قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبذلك يتم التوازن والتناغم بين ما هو مادي وبين وما هو روحي في ظل ثوابت دافعة إلى الإعمار. جيم، التنمية مسؤولية مشتركة يتقاسمها الحاكم والمحكوم. عبارة الأرض واجب ديني يتقاسمه القيمين على عملية التنمية، ومعنى ذلك أن أفراد المجتمع مطالبون جميعا بالانخراط الفعال في هذه العملية. قال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وفقره. وقال أيضا: طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة. فالتنمية إذن مسؤولية الحكام كما أنها مسؤولية المحكوم، فالكل مطالب بتحمل المسؤولية في تأمين العيش الكريم وضمان الكفاية، وهي عند الفقهاء تشمل المسكنة والخادمة والفرس والأثاثة. سادسا، أهداف التنمية في الإسلام. عمارة الأرض أو التنمية في الإسلام هي جزء لا يتجزأ
لا يتجزأ من عقيدة المسلم ووسيلة من وسائل العبادة التي يتقرب بها إلى الله. لذلك كان لها أهداف سامية تسعى إلى تحقيقها، منها ألف تحقيق العبودية لله. خلق الإنسان في التصور الإسلامي له غاية سامية، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. ومعلوم أن هذه العبودية لا يمكن أن تتحقق إلا والنفوس مطمئنة والبلدان آمنة مستقرة. يقول الإمام الغزالي: ومقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فتحقيق العبودية تحتاج إلى شروط لازمة لذلك، وأهم تلك الشروط أن نضمن للإنسان لقمة عيشه والأمن على دينه ونفسه. أن تضمن للإنسان لقمة عيشه والأمن على دينه ونفسه وعرضه وماله. إن عملية التنمية في الإسلام مقرونة بالعبودية. قال تعالى: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وبذلك يكون الإسلام قد حدد للتنمية هدفا أسمى يفوق الإشباع الاقتصادي، وهو تحقيق العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. باء تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع. تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع هدف مهم تلح التنمية الإسلامية على بلوغه، وإن اقتضى ذلك تأجيل بعض الإجراءات المرحلية. يقول علي رضي الله عنه موجها خطابه لواليه على أرض مصر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العبادة، ولم يستقم أمره إلا قليلا، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولاياتك. فالنظر في استصلاح الأرض والعمل على عمارتها لتحقيق مستوى الرفاه مقدم على مطالبة الخراج، وذلك لأن الثاني يتوقف على الأول، وإذا تعثرت العمارة تعذر الخراج. فهدف التنمية هو إشباع حاجات الإنسان والتوسيع عليه وفك كربه وضمان أمنه. جيم الاستقرار والأمن. التنمية وسيلة لتحقيق الاستقرار وضمان الأمن داخل المجتمعات. قال علي رضي الله عنه: من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العبادة، ولم يستقم له أمره إلا قليلا. ففقدان التوازن المادي يسبب إثارة القلائق داخل المجتمعات. فمن شروط العيش الكريم أن يتمتع الناس بحد الكفاية أو ما زاد عليه. لذلك دعا علي رضي الله عنه إلى عمارة الأرض قبل أخذ الخراج. إن المطالبة بالخراج ما عدا بتوفير الشروط المنتجة له هو إثقال لكاهل الناس ودفع بهم إلى التذمر والتأفف بل وإلى الانتفاضة. دال التوازن الاقتصادي، معناه ضرورة الاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية، وأن يأخذ كل قطاع حقه من الاهتمام، لا أن يهتم بقطاع على حساب الآخر. ولهذا اهتم الإسلام بقطاع الصناعة وشجع عليه. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد كانت الصناعة مهنة بعض الأنبياء. قال تعالى متحدثا عن داود عليه السلام: وألنا له الحديد. ولا يقل اهتمام الإسلام بالصناعة عن اهتمامه بالتجارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا، كما اهتم الإسلام بقطاع الزراعة وتحدث عن فضله ورغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا كان له به صدقة يوم القيامة. فالإسلام يؤكد على مبدأ التوازن بين جميع القطاعات، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن فقدانه بين القطاعات.
ها التوازن الاجتماعي. إن التنمية في الإسلام نشاط متعدد الأبعاد، والمجهودات المادية المبذولة هي في الحقيقة وسيلة لتحقيق غايات معينة، من بينها التوازن الاجتماعي. ومن ثم كان التأكيد على ضرورة توفير حق الكفاية كحد أدنى لكل فرد من أفراد المجتمع. فالقادر من هؤلاء الأفراد مكلف شرعاً بالسعي إلى تحقيق العمارة والتمكين والخلافة والتسخير. قال صلى الله عليه وسلم: طلب الكسب فريضة على كل مسلم. أما العاجز فحد الكفاية قد ضمنه له الشارع بما سنه من سياسات مالية راشدة تحفظ له ذلك الحق. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال أيضا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إن هدف الإسلام من هذه السياسات المالية الراشدة هو تصحيح الاختلالات وتحقيق التوازن في العيش بين أفراد المجتمع، وكل ذلك ضمانا لمسيرة التنمية ودعما لأسسها. واو القضاء على مظاهر الحرمان. إذا كان مفهوم التنمية في الاقتصاد هو القيام بكل أنواع الكسب وتوفير الفائض لتنمية قدرات المجتمع، فإن الشريعة الإسلامية قد وظفت هذا الفائض وما زاد عن الحاجة لمعالجة مظاهر الحرمان. وهكذا وضع الإسلام سياسات واستراتيجيات مهمة لمكافحة الفقر والأمية والجهل وغيرها من مظاهر الحرمان والتخلف. فعالج ظاهرة الفقر بسياسات مالية حكيمة متنوعة الأوجه ومتعددة الأبعاد وعلى أساس من الفضيلة والكرامة والتضامن الاجتماعي والتراحم الإنساني. أما ظاهرة الجهل والأمية فقد تصدى لها الإسلام بجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بعد هذا إن شاء الله سنصل عند الحديث عن مقومات التنمية. فبعد أن تحدثنا عن أسس التنمية وعن خصائصها وعن أهدافها، تتساءل: هل هناك من معوقات تعوق هذه العملية الحضارية؟ نعم، هناك معوقات. المعوق الأول هو القرض غير الحسن. مما يسلم به علماء الاقتصاد هو أن أهم عائق للتنمية في الدول النامية سياسة القروض غير العادلة. فأساليب القروض كما فرضتها الدول المتقدمة تعوق عملية التنمية، بل وقد تجعلها متعذرة. ذلك لأن الدول المدينة متى استمرت في دفع ديونها في مواعيدها المحددة عجزت عن تمويل مشاريعها الإنتاجية. فالديون الخارجية وسيلة لابتزاز الدول، وفوائد الديون سبب مباشر لإعاقة التنمية. وتحسباً لما يمكن أن ينتج عن هذه الديون من أعباء تحول دون تحقيق عملية التنمية، حرم الإسلام القروض الربوية. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كما شجع الإسلام على القرض الحسن وجعله عملا يتقرب به إلى الله. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. كما حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، حيث قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ودعا إلى حفظ أموال فاقد الأهلية. كما اقترح معاملات مالية بديلة من الاستثمار العادل الذي لا ضرر فيه ولا ضرار. من معوقات التنمية أيضا نجد الاستبداد السياسي. يعتبر الاستبداد السياسي عقبة في وجه التنمية، من حيث كونه معضلة في وجه الحرية والإبداع وتعطيل الإرادة. إن من أهداف التنمية بعامة والتنمية البشرية بخاصة هو تمتيع الإنسان بحياة طويلة وتمكينه من
مستوى من المعرفة والعيش الكريم الذي تنتفي معه كل صور الحرمان والتخلف. وهذه المطامح يتعذر أن تتحقق في ظل مصادرة حريات الأفراد وعدم إشراكهم مشاركة فعلية وحقيقية في صناعة وصنع القرارات. ومن هنا يأتي حرص الإسلام على إشراك جميع أفراد المجتمع في العمليات الإنمائية. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم الصالح الذي أساسه المشاركة والمحاسبة وصيادة القانون دعامة أساسية لإنجاز عملية التنمية، ومراعاة رضا الناس أمر ضروري لقيام التنمية، وهو أمر يقتضي إشراك جميع الناس في عملية التخطيط والتقرير والتنفيذ مع تمتيعهم بإرادة وحرية سياسية تؤهلهم لتنظيم أمور مجتمعاتهم. أيضا من معوقات التنمية نجد التبعية بكل صورها. فالتبعية هي إلغاء إرادة المجتمعات وعدم مراعاة خصوصيتها في وضع الخطط واتخاذ القرارات. وقد دبه الإسلام على أهمية مراعاة واقع الأمم وخصوصيتها في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فاستيراد الخطط الجاهزة لا ينتج تنمية بل يولد مزيدا من التبعية. من معوقات التنمية ظاهرة الظلم الاجتماعي والتفاوت بين أفراد المجتمع. ولهذا الغرض أقر الإسلام مبدأ المساواة كقاعدة عامة ينضبط لها جميع أفراد المجتمع، الناس سواسية كأسنان المشط. واعتبر العدل مقوما هاما في التنمية بما يشيعه من الأمن في البلاد والطمأنينة لدى العباد. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقد مثل عمر رضي الله عنه النموذج الرائع لهذا العدل عندما رأى شيخا من أهل الذمة يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا الجزية في شبيبتك وضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت مال المسلمين. فتطبيق مبدأ العدالة والمساواة دوافع أساسية لدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين لاعتمادهم هذه المبادئ في تسيير أمور دنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.